البيت الأبيض يتهم إيلون ماسك بمعاداة السامية أو أنتي سيميتيزم، ومشاهير كثر اتهموا كذلك. ومنذ بدء حرب إسرائيل على غزة سمعنا هذه الكلمة كثيرا. فماذا تعني معاداة السامية؟ وزارة الخارجية الأمريكية عرفت معاداة السامية بأنها كراهية اليهود، موضحة أنها تتجلى في خطابات الكراهية والتصرفات المعادية الموجهة نحو الأفراد اليهود وتجاه مؤسسات المجتمع اليهودي والمرافق الدينية اليهودية. الخارجية الأمريكية قالت أيضاً إن مظاهر معاداة السامية تجلت في كراهية إسرائيل، فيما تعرفها مؤسسات الدراسات الفلسطينية على أنها كراهية اليهود والعداء المنهجي تجاههم. وكان أول ظهور لمصطلح معاداة السامية عام 1879 بألمانيا، وأطلق على الحوادث التاريخية المعادية لليهود، أبرزها حوادث الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ملايين اليهود في فترة الحرب العالمية الثانية بأوروبا، والتي عرفت بالهولوكوست.